ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتفى الناس. بعد ما الواحد كان عنده قطعتين صار ايش؟ يحثو حثوا من الطعام. بسبب ماذا؟ دعاء وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله البركة. أيوة، حتى احتفى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والله ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فنحن نقرأ سنته ونقرأ سيرته ونشتاق ونرغب أن نلقاه عليه الصلاة والسلام. طيب، من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. بشر بن مرحوم هو بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار البصري، نزيل الحجاز، صدوق يخطئ، حاكم بن إسماعيل المدني، أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، أصله من الكوفة، صحيح الكتاب، صدوق يهم، مات سنة 86 و100. يزيد بن أبي عبيد الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع، مات سنة 44 و100. سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبو مسلم وأبو ياسر، شهد بيعة الرضوان، مات سنة 74. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد، إسناده رباعي. اثنين، إسناده مدنيون إلا شيخ المصنف. ثلاث، شيخ البخاري من أفراده على مسلم.